السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع السابقين. السابقون زي ما قلت لكم مش عايزين نحكيهم على إن هم جيل ومضوا بس، عايزين نقول هو جيل مضى وجيل موجود وجيل جاي، ولا يزال الخير في أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عايز أكون من السابقين، أنا وإنت 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 كلنا عايزين نكون من السابقين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول وأنا أول وأنا أول وأنا أول المسلمين. يبقى الكل بيقولها، بيرفع الشعار وعجلت إليك رب لترضى، ويرفع شعار إن أنا لابد أن أكون من السابقين، وما بنساش كلام النبي عليه السلام، لكل قرن من أمتي سابقون. هتكون منهم؟ هتكون أولهم؟ هتكون مين فيهم؟ فكر وادرس الموضوع، والموضوع مش محتاج تردد، فرصة عمرك إن أنت تكون من السابقين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمة كلها سابقة، فعايزك تكون أنت سابق من الأمة السابقة. إلحق نفسك، والفرصة ما بتجيش غير مرة واحدة، لعل وعسى تنوي نية الليلة دي إن شاء الله من النهاردة أكون من السابقين، لعل وعسى تموت على النية ديت، تبعث في يوم القيامة على النية دي وتكون مع السابقين. والمرء مع من أحب، أنت مع من أحببت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يا جماعة الإنسان بيحدد هدف قدامه وينطلق إليه، بس بينشغل ببعض حاجات هي اللي بتعطله. أديكم مثال يوضح لكم الصورة دي، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قالوا مرة الواحد، أو هنقول لواحد، يعني نتخيل كده، قالوا الواحد تعالى هنديك اللي انت عايزه. الصالة ديت عبارة عن صالة كبيرة جدا جدا، ضخمة، يعني مبنى ضخم جدا، مليانة كلها جوهرات، ذهب ولؤلؤ وألماز ولولي واللي انت عايزه. قدامك نص ساعة، خش حمل اللي انت عايزه، ان شاء الله حتى تجيب عربية بلدوزر ولا لودر ولا كام ده كله ولا ونش، وخد اللي انت عايزه، بس قدامك نص ساعة فقط. وعلى فكرة لا في عليك لا ضرائب ولا تأمينات ولا أي حاجة، ولا حد يقول لك انت بتعمل ايه. خد كل اللي انت عايزه نص ساعة بس، بعد نص ساعة اتفضل بره، مالكش حق في أي حاجة. دخل بالفعل، وهم بص، هو بيحسبهم بيضحكوا عليه، فبص لقى الكلام بجد. ايه ده؟ ذهب، لولي، ألماز، ياقوت، مرجان. فقال لا لا، ده فرصة العمر، فلسه هيبتدي يشيل. فجأة لقى المكان يعني نور فيه خافت شوية، لقى حاجة نورت على الحيط على اليمين كده، فبص فلقى صورة فيلا جميلة قوي، قصر جميل قوي على النيل. قال أيوه، هو القصر ده إن شاء الله لما ربنا يكرمني وأجمع الحاديات وأبيع الذهب ده والألماز والحاديات، أول حاجة أعملها مش قصر، لأ، 10 قصور كمان، 10 قصور، يعني يبقى في واحد في هوليود، والتاني في نيويورك، والرابع في فرنسا، والخامس في العتبة، يعني في كل حتة كده نعمل قصر. تمام كده؟ جه شويتين بيبص على الذهب ولسه هيجمع، ففجأة بص لقى إيه؟ لقى صورة تانية طلعت. الصورة دي فيها إيه؟ فبص على الصورة لقى صورة واحدة جميلة، فبدل ما يغض بصره انشغل، قال أيوة لما ربنا يكرمني وبقى الحد إن شاء الله، ربنا يكرمني وبقى أكمل الكتيبة، أتجوز 4 زي كده بالظبط إن شاء الله. شويتين لسه هيجمع، بص لقى صورة تالتة، عربية أحدث موديل مرسيدس، قال أيوة هي دي اللي كان نفسي فيها إن شاء الله، أجيب 10 عربيات، 5 ليا و5 للعيال. المهم قعد يبص على الصور، وبعدين فجأة قال إيه اللي أنا بعمله ده؟ أنا مشغول بالصورة دي والصورة. طب يا عم هات الذهب الأول وبيعه، وبعدين فكر. لسه بيمد إيده عشان يجيب الذهب، سمع الجرس بيقولوا له خلاص النص ساعة انتهت، اتفضل بره. يا جماعة أنا ما لحقتش، قال له إحنا مالناش ذنب، قلنا لك ليك نص ساعة تجمع اللي أنت عايزه، أنت ما جمعتش ليه؟ انشغل بإيه؟ بالصور. كل اللي في الدنيا دي كلها صور. اوعى تفكر ان المتعة اللي في الدنيا دي متعة حقيقية. اوعى تفكر ان الفاكهة اللي في الدنيا بالنسبة لفاكهة الجنة دي تعتبر فاكهة، دي ولا حاجة. اوعى تفكر ان متعة النساء في الحرام في الدنيا ممكن تكون دي متعة، بالمقارنة بالحلال اللي في الدنيا وبالمقارنة بالحور العين. لو ان بعض بنانها بدا، يعني ظهر، لطمس ضوءه ضوء الشمس والقبر، ولو ان خصلة من شعرها بدت، يعني ظهرت، لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب، ولنصيفها خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ترى مخ سوقها من وراء 70 حلة من الحسن والجمال. ده الحور العين، شوف قد ايه.
تنظر في مرآة خدها 40 سنة لا تملها ولا تملك. شوف النعيم بقى، تبص لمتع الدنيا، عربية في الدنيا، عربية يا بتعمل حادثة يا بتعطل يا بتقدم وتفكر في غيرها، إنما في الجنة متعة لا تقدم ولا تتعطل ولا في أي ولا حادثة، متعة 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 صافية خالصة بفضل الله سبحانه وتعالى. فإيه المثل ده؟ أنا ضربت المثل ده ليه؟ عشان أقول لك المثل ده قلناه لسبب. ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، خلق الإنسان وتركه في الدنيا وقال له اقعد في الدنيا اهي فرصة عمرك، اجمع حسنات اجمع خير ودخلك بيه الجنة. واحنا هنخش الجنة بالأعمال بتاعتنا؟ لا بس احنا سمعنا أحد المشايخ بيقول مش هنخش الجنة بأعمالنا. صح، ازاي الكلام ده؟ لأن النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال كما عند البخاري ومسلم أعلى درجات الصحة، لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يا بس لا معلش، يعني برضو أنا موافق بقى، بس يعني بس برضو يعني في اعتراض هنا. اعتراض على إيه؟ أصل في آية بتقول كلام غير كده. بتقول إيه؟ طب قول لي، مش ربنا قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ أهو مش أعمالنا إيه؟ تقول لي مش هيدخلش مش هيخش الجنة بعملي؟ أهو ده ربنا اللي بيقول إن أنا هخش الجنة بعملي. أقول لك مفيش تعارض. طب إزاي تفسر؟ أقول لك أفسرها لك. الباء اللي موجودة، الباء اللي موجودة في الآية، علماء اللغة بيسموها باء السببية وليست باء العوض. طب هو إيه الفرق؟ معلش عشان بس المسألة فهمها، هو إيه الفرق بين باء السببية وبين باء العوض؟ باء العوض معناها دي قدام دي، أنا بعبدك يا رب وبعمل أعمال صالحة فأعمالي بالظبط تساوي الجنة. لا ما تساويش الجنة ولا تساوي ذرة في الجنة. ولو عبدت ربنا قائم صائم ذاكر لله سبحانه وتعالى بتعمل كل الخير 500 سنة ولا 1000 سنة ما توازي ولا تساوي نعمة البصر. تخيل بقى حاجة زي كده. أمال إيه المعنى في الآية؟ المعنى في الآية ادخلوا الجنة بما، يعني بسبب ما كنتم تعملون. فاللي وفقك أصلا أن أنت تعمل عمل صالح ده مين؟ الله هو اللي وفقك أن أنت تعمل العمل الصالح ده، فلما عملته تقبلوا منك ونمهولك ودخلك الجنة برحمته. وضحت كده ولا وضحتش؟ فمحدش يخش الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت مشغول بالدنيا ليه؟ ربنا قال لك أهو انزل الدنيا، جمع حسنات، اعمل خير، صلي قيام ليل، الله أكبر، صلة أرحام، إحسان إلى اليتامى، إحسان إلى الأرامل، كفالة يتيم، طلب علم، دعوة إلى الله، اعمل كل الخير ده وتعالى لي بالكنز اللي معاك ده أدخلك الجنة. فأنت انشغلت بالصغر، زلت الدنيا، قلت بس خلاص من النهاردة إن شاء الله عبادة وقيام ليل وصلاة فجر وحفظ قرآن، يتخارج الصبحية فوانت مفيش بقى لسه الإيمان ضعيف شوية، لقيت واحدة معدية فانشغلت بيها، قعدت تبص، والنظرة سهم من سهام إبليس، إبليس راح صابك بالسهم، بدأت تنظر تمشي وراه حتى بدأت تعيش معاه عياذا بالله، وخلاص بقت علاقة الجيرل فريند والبوي فريند، وضيعت نفسك، تلاقي نفسك مرة تانية جريت ورا الحرام عشان تكسب فلوس من الحرام، عشان تجيب عربية وتعيش زي الشباب ويبقى عندك عربية وتمشي وتجري وتسافر وتروح وتيجي تتمتع بحياتك، جريت ورا كذا جريت ورا كذا، اشتغلت حتى لو انشغلت بالصور دي في الحلال، انشغلت ليل ونهار 24 ساعة شغل ما بتنامش غير 4 ساعات ولا حتى بتشوف لزوجتك ولا أولادك، ليل ونهار مشاريع، فلوس، سفر، مرواح، مجي، أراضي، عقارات، مش عارف إيه، لحد ما الدنيا كلها جريت عليك وفجأة دخل عليك ملك الموت. هو ده الجرس. يعني عايز أقوله لك إن الراجل لما دخل يجمع مجوهرات انشغل بالصور، بالعربية والفيلا والسيارة، وزي ما قلنا عشان ما حدش يفهمنا غلط، هو حرام يعني إن أنا يبقى عندي فيلا؟ هو حرام إن أنا أركب أحسن عربية؟ لا والله ما حرام، بالعكس ده أنا عايز كل المسلمين يسكنوا بأحلى أحلى فيلل وأحلى قصور ويركبوا أحلى عربيات ويبقوا في أحسن وظائف وعندهم أجمل زوجات وأحسن أولاد، بس بشرط إن كل دوت ما يشغلهمش عن عبادة رب الأرض والسماوات. بس كده، دي أهم حاجة، إن أنت ما تنشغلش عن ربنا، إن أنت ما تؤثرش أي حاجة في الدنيا دي على رضا الله وعلى محبة الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع إن أنت انشغلت بالصور وبعدين فجأة وأنت جوه الصالة دي الجرس رن، خلاص اطلع بره لأن نص ساعة خلصت.
انت نفس الحكايه، الساعات اللي انت عايدها في الدنيا ربنا قال لك اجمع خير، انشغلت بالصور ليل ونهار مشغول بحطام الدنيا، فجاه هيرن الجرس، ايه اللي يحصل؟ دخل عليك ملك الموت. مع بعد التشابه انا لسه بوضح لك الصوره، دخل عليك ملك الموت. انا لسه ما جمعتش كنوز لسه، معلش ملك الموت انتظرني يومين ثلاثه اسبوع حتى، مش هقولها في سنه. يخش القبر لا يؤخر ساعه ولا يقدم ساعه، رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ يبقى الراجل اللي في الصاله ده بيجمع مجوهرات، غفل، انشغل بالصور، ما لحقش يجمع حاجه، سمع الصفاره بره يلا. الثاني برضه نفس الحكايه، جه الدنيا انشغل بالصور، نسي، ما فيش لا صلاه ولا عباده ولا تربيه اولاد ولا تربيه زوجه، ولا انشغل بنفسه ولا قرا قران ولا عمل اي حاجه. فجاه مره واحده في عز انشغاله بكل المشاريع دي التي لم تغن عنه شيئا، مره واحده لقى نفسه في القبر. ايه اللي حصل؟ خلاص عمرك انتهى والصور ما نفعتكش، ولو جمعت مال الدنيا عشان تفدي نفسك من عذاب الله مش هيغنيك. يبقى نعمل ايه؟ الحق نفسك، خلي عندك همة عالية، حدد هدف وانطلق، محدش يشغلك، محدش يعطلك، طول ما انت ماشي في طريقك الى ربنا سبحانه وتعالى، اللي ياخد بايدك ويمشيك ويسرعك خليك معاه، واللي يعطلك سيبك منه وامشي، ما تبصش ورا، اوعى تبص ورا. حصل لك مصايب احتسب وكمل، اتخبطت خبطتين احتسب وكمل، حصل لك مش عارف ايه، كمل كمل كمل، اوعى تبص وراك. خسرت فلوس هتتعوض، خسرت مش عارف ايه، كله هيتعوض الا العمر ما بيتعوضش. كل يوم بيعدي هتندم عليه، وكل لحظه بتعدي هتندم عليها. لا تزول قدم عبد من عند ربه حتى يسال عن اربع، عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه. هتتسال عن العمر كله وعلى وجه الخصوص عن مرحله الشباب، مع ان الشباب من العمر. العلماء يقولوا ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطوره شان الخاص. الحق واجري وابدا بدري، عايز توصل الجنه بدري ابدا بدري. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي في سند صحيح، من خاف خايف نفسك تخش الجنه، نفسك تنجو من النار، ما هو ربنا ما يسال اهل الجنه، ربنا يجعلنا واياكم من اهلها، حينما يسالهم جل وعلا كما في الصحيحين وهم في اهل الجنه وهم في الجنه، فيقول جل وعلا يا عبادي او يا اهل الجنه، يا اهل الجنه هل رضيتم؟ تخيل سؤال من مين اللي بيسال؟ ده الملك سبحانه وتعالى، الله جل جلاله يسأل يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار. خد بالك قدموا إيه؟ النجاة من النار. وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. طب ليه قدموا النجاة من النار على دخول الجنة؟ لأن الآية بتقول كده، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة، فيقول جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا أي شيء أفضل من ذلك؟ قال جل وعلا أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. إن أنت عمرك ده قبل ما تندم، قبل ما تندم إلحق نفسك، يبقى هتتسأل عن العمر، ومرة تانية عن مرحلة الشباب اللي مرحلة مهمة جدا جدا وخطيرة. عشان كده لو عايز تخش الجنة بدري، عايز توصل بدري، عايز ربنا يكرمك بدري بدري، من خاف أدلج. الإدلاج اللي هو إيه يا جماعة؟ الإدلاج اللي هو إيه؟ بيسموه إيه؟ المسير في إيه؟ في أول الليل، في أول الليل بدري كده، بدري بدري امشي في أول الليل. يبقى إيه؟ من خاف أدلج. طب ومن أدلج؟ بلغ المنزل، خلاص توصل بدري. طب فين المنزل؟ ألا إن سلعة الله غارية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. يا الله سبحان الملك. ولو بدأت بدري ووصلت بدري هتكون في ظل عرش الملك، سبعة يظلهم الله في ظله كما في الصحيحين، يوم لا ظل إلا ظله، كان من بينهم وشاب نشأ في عبادة الله. شاب نشأ إيه؟ في عبادة الله. فعشان كده بقول لك مرحلة الشباب دي مرحلة خطيرة يعني. فأنت عشان تنجو من أي حاجة وعشان توصل لجنة الرحمن سبحانه وتعالى لازم يكون لك عمل صالح، تقول يا رب. أحد الشباب وإحنا في أمريكا، شاب ده كان سبب هدايته حاجه غريبه جدا. هو اول ما راح امريكا شاب بقى زي كتير من الشباب، قال لك اروح هناك بس اول ما اوصل امريكا هلاقي بقى الستات بتتحدف عليا وبتترمى عليا، واخد بالك، واعيش بقى حياتي بقى واتمتع واقضيها بايه؟ يعني بالطول وبالعرض يعني. اول ما وصل هناك فوجئ ان هو في ماساه بقى،
لا عارف يشتغل ولا عارف يعيش ولا عارف ياكل. المهم يعني فقعد بقى يمين شمال قضاها كلها معاصي، حد ما مره واحده فجاه لقى نفسه راقد على فراش المرض، وجاله مرض شديد جدا جدا كاد ان هو يموت. وهو مريض قال ايه؟ قال يا رب، هيدعي لسه، فلسه بيقول يا رب اشفيني، عايز يقول يا رب اشفيني. فبيقول هقول يا رب بايه؟ طب انا عملت ايه؟ انا قدمت ايه؟ في حاجه عدل انا عملتها في حياتي عشان اقول يا رب؟ فجاه قال بس خلاص، امن على سرير المرض وجري على المسجد. فضل قاعد معتكف فيه ليل ونهار، ما وروش حاجه غير قيام وصيام وعباده وذكر وقران وبس. خلال شهرين وشه نور، وشه نور، وكانت دي بدايه الهدايه بفضل الله سبحانه وتعالى. انت عشان تقول يا رب بايه؟ عملت ايه؟ قدمت ايه؟ في حاجه انت عملتها؟ لكن مع ذلك بقول لك ابدا، خد خطوه، خلي عندك علو همه، وخد حط رجليك على اول الطريق وامشي، وبدايه الالف ميل خطوه. خطوه بس خطيها وابدا، واستعن بالله، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، يا رب اعني على الطريق ده ووصلني للجنه وارضى عني. عشان كده لما اسالك ايه هدفك؟ نفسك في ايه؟ تقول لي نفسي ان ربنا يرضى عني. طب ونفسك في ايه تاني؟ برضه ان ربنا يرضى عني. طب وايه الفرق بين دي ودي؟ اقول لي اصل لو ربنا رضى عني هيدوقني طعم الجنه، جنه الدنيا، جنه الايمان، وفوق ده كله كمان لو ربنا رضى عني هيمتعني في الدنيا والاخره. يبقى لازم ربنا يرضى عني. ربنا يرضى عنه وعنكم يا رب العالمين. عايزك تحلم، والاحلام ببلاش، مجانيه. احلم، احلم نفسك توصل فيه، لو في امر دنيا او في امر اخره. وهذكر لكم قصه كده جميله قوي، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قصه ثلاثه كانوا عايشين في بلاد الاندلس. الثلاثه كانوا شغالين شغلانه غريبه جدا، هتستغربوا لها يعني. كانوا شغالين اعزكم الله حمارين. يعني ايه حمارين؟ يعني كان كل واحد منهم اعزكم الله كان عنده حمار بتاعه هو، فكان بيقف عند الاماكن العامه، اي حد عايز يروح مشوار كان بيأجر له الحمار اعزكم الله، يوصلوا بيه المشوار مثلا بجنيه باتنين جنيه مش عارف ايه حسب العمله اللي بيستعملوها هناك، وكده ويرجع تاني يقف في نفس المكان. فكانوا شغالين بالاجره في المكان ده. فجي واحد منهم راجل متفائل جدا جدا، فجمع الاثنين اللي معاه، هم الثلاثه حمارين، فقعدوا مع بعض. قال لهم ما تيجوا نتمنى، ما تيجوا نحلم، الاحلام مجانيه، كل واحد يحلم باللي هو عايزه من امور الدنيا. فالاولاني اللي هو الراجل المتفائل ده قالوا طب نبدا بيك انت، انت بتحلم بايه؟ قال لهم اما انا، ده راجل حمار، راجل بسيط جدا جدا يعني ايه من الناس يعني اللي مش لاقيين حاجه خالص يعني. قال اما انا فانا بحلم ان انا اكون عن قريب ملك من ملوك الاندلس. فقعدوا يضحكوا عليه يعني من حمار لملك من ملوك الاندلس، يا عم احلم على قدك مش كده يعني. فقال والله هي دي احلام، وانا ان شاء الله من هنا ورايح هبذل جهد ان انا اكون في يوم من الايام ملك من ملوك الاندلس. فسالهم بقى قال له انت امنيتك ايه؟ فواحد فيهم قال له اما انا امنيتي ان انت لما تبقى بقى ملك من ملوك الاندلس ان انت تديني قصر جميل وفرس ابيض وزوجه حسناء وتديني شويه فلوس وتملى لي القصر ده مجوهرات وكده. قال له خلاص ان شاء الله، وعد خلاص كلام رجاله، اول ما ببقى ان شاء الله في يوم من الايام ملك ملوك الاندلس هديك كل ده، اعتبره من دلوقتي خلاص ده وعد عندي. قال له الثاني بقى، قال له الثالث بقى انت نفسك في ايه؟ قال انا بقى نفسي يوم ما تبقى انت بقى ملك من ملوك الاندلس انك تركبني على حمار بالمشقلب، يعني ما يبقاش وشي ناحيه وش الحمار اعزكم الله، يبقى وشي لظهره، تمام؟ وتمشيني في طرقات المدينه بتاعت الاندلس وتقول هذا الكذاب، هذا الكذاب، هو ده الكذاب، لان انت مش ممكن تكون ملك ملوك الاندلس في يوم من الايام. قال له خلاص ابشر ان شاء الله يكون كل ده. بدا هذا الرجل يسعى ويحقق طموحاته، وبدا يعمل ويكد ويبني نفسه ويجتهد و الى ان وصل فعلا في يوم من الايام الراجل ده ان اصبح ملك من ملوك الاندلس. كان من اعظم ملوك الاندلس، كان اسمه الحاجب المنصور. الحاجب المنصور الراجل ده سبحان الله اصبح ملك من ملوك الاندلس، وهو قاعد بقى على كرسي الملك في يوم من الايام افتكر زمايله اللي كانوا شغالين معاه حمارين زمان من سنوات طويله، فبعت الوزراء بتوعه والناس الحرس بتوعه قال لهم في اتنين كانوا عايشين معايا زمان كانوا شغالين حمارين في المكان الفلاني، روحوا دوروا لي عليهم باي طريقه انا عايزه. راحوا دوروا عليهم لقوهم شغالين زي ما هم برضو حمارين، فراحوا جايبين الاتنين. دخلوا الاتنين على الملك، طبعا ده كان صاحبهم زمان بقى، كان صديقهم في المهنه يعني. فقال للاولاني قال له انت كانت امنيتك ايه؟ قال له جزاك الله خيرا يا سمو الامير،
يعني انا كان امنيه حياتي ان انت لما تبقى ان شاء الله ملك من ملوك الاندلس انك تديني قصر جميل وفرس ابيض وزوجه جميله تجوزهاني وشويه مجوهرات وشويه فلوس وكده. قال له لك ذلك يا وزير، ادي له كل اللي هو طلبه، امنياتك لازم تتحقق. فقال للتاني بقى وانت بقى كان امنيتك ايه يا جميل؟ قال له خلاص بقى عفى الله عما سأل. قال له لا معلش، كل واحد لازم ياخد حقه، اللي انت طلبته وتمنيته لازم تاخده. يا سمو الملك خلاص انا يعني انا كنت غلطان، عيل وغلط يعني، فاهم ازاي؟ عديها يعني. قال له ابدا لازم تاخد حقك. طلبت ايه؟ قال له طلبت ان انا اركب حمار بالمشقلب وتمشيني في الاسواق وتفرج الناس عليا وتقول لهم هذا جزاء الكذاب او هذا هو الكذاب. قال له لك ذلك يا وزير، هات له حمار وركبه المشقلب ولففه في الاسواق. شاهد في الموضوع، احلم احلم واتمنى وكون على يقين وحسن ظن بالله ان مفيش حاجه في الدنيا دي يعني تستعصي على الملك سبحانه وتعالى. اسمع الحديث الهديه ده، حديث قدسي رواه مسلم، ان المولى عز وجل قال جل في علاه، قال يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، كل الناس من لدن ادم عليه السلام الى قيام الساعه، انس وجن كله قاموا في صعيد واحد، فسألني كل واحد منكم مسألة فأعطيته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط إذا أدخلت اليم. إبرة حطها في المحيط، هتاخد إيه من المحيط؟ نقطة مية وإلا ولا حاجة يعني، فاهم إزاي؟ فقال إيه؟ فأعطيته إلا كان ذلك كما يعني سبحان الله مثلها بمثل إبرة نزلت في المحيط لا تاخذ منه، والا اصلا لا ينقص من 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 خزائن المولى عز وجل اي شيء، وانما هذا مثل للتقريب فقط. سبحان الملك، زي ما قلت لك حدد الهدف وانطلق. طيب تعالوا نعيش بقى النهارده مع علو همه الشباب. احنا قلنا عشان نتكلم عن علو الهمه لازم اديك امثله، لازم احفزك. انا هديك امثله على جميع المستويات، علو همه الشباب، علو همه الشيوخ الناس الكبار في السن، علو همه الصبيان الصبيان الصغيرين، علو همه النساء. يبقى انت متحاصل من الاربع جهات. يبقى عشان تقول لي معلش انا من الشباب يعني همتي ايه بقى لما اكون شباب بقى بعمل كده؟ اقول لك انت كبير يعني؟ طب اديك علو همه الشيوخ. تقول لي لا ده انا لسه عيل صغير انا ما كبرتش. خد علو همه الصبيان، علو همه الصبيان. تقول لي لا معلش انا مش راجل ده انا ست. يا عم انت بتتكلم في ايه؟ هديك علو همه النساء. من كل الجهات انت محاصر، فلابد يكون عندك علو همه. كنت راجل كبير، كنت شاب صغير، كنت صبي صغير، كنت امراه، الكل لابد ان يكون عنده علو همه. تعالوا نعيش مع علو همه الشباب. تعالوا ندي امثله جميله جدا جدا للشباب علشان نتعايش مع هؤلاء الشباب الذين عاشوا في تلك الهمه العاليه فغرسوا غرسا لانفسهم ولدينهم بفضل الله سبحانه وتعالى. ندي اول مثال يا جماعه، سيدنا جعفر بن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه واله وسلم. جعفر بن ابي طالب ده يعني سبحان الله، انت لما تقرا في سيرته ترى العجب العجاب. جعفر بن ابي طالب اول من غرس للاسلام بذره او شجره في بلاد الحبشه. جعفر بن ابي طالب هاجر هجره الحبشه وراح هناك، والمشركين راحوا باعتين ورا المسلمين يعني اثنين من يعني من المشركين، وبعد كده يعني ايه ده قبل الاسلام يعني قبل ما يسلم عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه. المهم بعتهم الاثنين عشان يجيبوا الصحابه اللي هربوا وراحوا لبلاد او هاجروا لبلاد الحبشه عند النجاشي رضي الله عنه وارضاه، انه اسلم بعد ذلك. فجعفر بن ابي طالب طلع ومعاه مجموعه من الصحابه، فوسطوا بلاد الحبشه عند النجاشي. طلع عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه ودخلوا على النجاشي وقالوا له ده الشباب اللي عندك دولت هربوا من بلادنا، لا هم دخلوا في ديننا ولا دخلوا في دينك، لان النجاشي كان نصراني. لا دخلوا في ديننا يعني دين الشرك والوثنيه وعباده الاصنام، ولا دخلوا في النصارى، وانما ابتدعوا دينا جديدا ومش عارف ايه هو دين الاسلام، وفرقوا بين كذا وبين كذا والدنيا كلها اتقلبت بسببهم. فبدا النجاشي كان رجل عاقل جدا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فانه ملك لا يظلم عنده احد. قال طيب اسمعهم ايه ويكلموني. فبناء على الكلمه اللي هتتقال من جعفر بن ابي طالب حاجه من الاثنين، يا اما الصحابه دول كلهم هيتسلموا للمشركين وهيتقطعوا ويموتوا كلهم، ده شيء طبيعي يعني، يا اما ربنا يقدر لهم النجاه ويعيشوا في هذه الارض الامنه في بلاد الحبشه عند النجاشي. كان مطلوب من جعفر بن ابي طالب في خلال دقيقتين ثلاثه انه يعرض قضيه الاسلام كلها من خلال خمس محاور في ثلاث دقائق. واقف قدام مين؟ واقف قدام ملك من الملوك. حط نفسك مكانه، لو انت مكان سيدنا جعفر بن ابي طالب
وبكره الصبح مطلوب منك هتحضر قدام ملك من ملوك الدنيا بيقول لك عرفني بالاسلام، هتقول له ايه؟ لو كنت حتى واخد شهاده دكتوراه بالله عليك هتقول له ايه؟ جعفر بن ابي طالب ما شاء الله قال كلمات عجيبه عجيبه جدا، انا مش هقولها كلها طبعا لكن هوضح لك بس هو عمل ايه؟ عمل خمس محاور. المحور الاولاني بدا يكلم النجاشي ويعرض له، خد بالك بقى يعني هو كان في الوقت ده باللغه العصر يعني المتحدث الرسمي باسم الوفد الاسلامي، خد بالك هو الراجل اللي هيتكلم يعني نيابه عن هذا الوفد الاسلامي كله. جعفر بن ابي طالب وقف وتكلم في خمس محاور، خمس محاور وضح فيها الاسلام كله حتى بكى النجاشي وبعد ذلك اسلم النجاشي. ايه هي الخمس محاور التي تكلم فيها جعفر بن ابي طالب وازاي قدر انه يخلي النجاشي يسلم بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى؟ ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله في الحلقه اللي جايه عشان نتعايش مع علو الهمه. يا شباب يا اخوان يا اخوات، ابائنا امهاتنا ابنائنا الكل لازم يكون من السباقين. اسال الله عز وجل ان يجمعنا في الفردوس الاعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.